انتي كذا مره بتقولي رايك على السوشيال ميديا في حاجات موجوده، اخرهم كان موضوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، رجعتي قلتي انا ليه قلت كده مثلا، او كنت خليت لا رايي لا لا دي جوازه سودة على الوطن العربي كله. يا لهوي. لا بصي انا كنت لسه بقول لك على الاطفال ايه، زي ما بتديهم زي ما يدوكي. اوكي على فكره انا اتكلمت من حب فيها، ما اتكلمتش انا مستحيل اكون بقيمها كمطربه، ومستحيل اكون بتكلم، انا بتكلم من كتر ما انت ربنا بيديكي حاجات حلوه قوي. انت ما شاء الله صوت عظيم، شكل لطيف جدا، بتلبسي حلوه قوي، دمك خفيف، عندك كل حاجه بتقولك انت نجمه بس. لكن اوقات بقى بحس ان الناس بتخفر بزياده، يعني عارفه لو هي نجمه صغيره ما كانتش الحاجات دي عدت مرور الكرام. ده اللي بيزعلني، ان انا ليه عشان فلان نجم كبير جدا فاسمح له عدت كل الاخطاء المسموحه، صح ولا انا كلامي غلط؟ طب انت شايفاها دلوقتي رجعت تاني، يعني عندها اكتر من حفله الشهر ده والشهر اللي فات، يعني كانت موجوده في دبي ودلوقتي في السعوديه، بتقوم تاني ربنا يكرمها. بس اوقات بحس ان هي بتستخدم عفويتها والناس بتستقبل ده. انا مش من حقي اغلط فيكي كمذيعه، ممكن ما احبكيش وممكن احبك، ممكن اتكلم عنك كويس، بس مش مسموح لي ان انا اتكلم عنك وحش، لان هي نجمه. زي ما قلت لك الفن بيدي حاجات كتيره حلوه قوي، مش عند بنات كتيره جدا، صح ولا لا؟ هل انت مع ان الفنان ياخد باله من كلماته او ينتقي كلماته في الاعلام؟ يا ما يتكلمش. عارفه ايه اللي مخلي عمرو دياب نجم كبير جدا لحد النهارده؟ عشان هو عارف ان هو ممكن ما يقولش حاجات صح ما ينفعش تتقال، فما بيتكلمش. هي الناس بتفتكره غرور، بس هو ذكاء خارق، لان لحد النهارده عمرك ما تقدري على تمسكي عليه كلمه، ولا عمرك تقولي ده شتم فلانه، رغم ان هو ممكن يكون على الحقيقه شخص لطيف وبيهزر وبيضحك وبيتكلم، بس وقت الكاميرا لا، انا عندي رساله بقدمها، انا لازم اكون قدها. وبعدين هي قدوه، هي قدوة لبنات كتير قوي. انا لو بنتي بتحبك وشافتك حلقة شعرك وحلقة شعرها، انا هيبقى ايه احساسي، صح ولا لا؟ ممكن الناس تقولك دي حرية شخصية برضو، هي يعني هي حرة، حبت تحلق شعرها هي حرة نفسها، بس ما تشاركش الجمهور فيها بقى، ونفضل يا حرام كل حاجة يا حرام. طيب طلعي بقى بنت جديدة تعمل غلطة واحدة من الغلطات دي كلها، ولا تطلع تقول على اليسا بتغني ماسكة على الجمهور شيكات. إليسا نجمة عملت ألبومات كتيرة قوي ناجحة. وبعدين يعني بحس إن الغلط أوقات بيكون مقصود والناس مبسوطة. أنت قلتي دلوقتي حاجة مهمة قوي، قلتي إن لو هي نجمة صغيرة الناس هتمسك لها على الواحدة، هي عشان نجمة كبيرة الناس بيعدوا لها، أو عشان محبوبة الناس بيعدوا لها؟ أنا ما عنديش مشكلة في إنها محبوبة، ما عشان على فكرة في، لا أنا بسألك في الحتة دي، أنت شايفة إن هي الناس يعني اوكي بتبقى شايفاها ان دمها خفيف او عشان هما بيحبوها؟ لان هي مع احترامي ليها ولفنها والاغانيها اللي انا شخصيا حافظاها كلها، بس هي اخر الاغاني دي كانت من كام سنه. الترندات اللي فاتت دي كلها ترندات استعطاف. ان كان بقى، وبعدين انا بقول رايي كراي، يعني صراحه انا عندي مبدا انه اهلي وكفى، ما مش هدخلهم في مشاكل قدام الناس، يجي حد في يوم الايام يقول لهم انتوا كنتوا كذا ولا قلتوا كذا ولا، فبتضايق، لان انا بقى بتكلم كواحده بسمعها من جمهورها. يا ستي اعتبريني من جمهورها. انت بتقولي كده من حبك فيها، انت من الاخر مستخسره الموهبه الكبيره دي. عندها بنتين زي القمر، عندها حاجات كتيره جدا. وبعدين صوت مصر الاول والاخير ام كلثوم، واللي يقول غير كده كذاب كذاب. وعلى فكرة هي معلش في حفلة أغاني الموجي، وممكن تسألي أساتذة موسيقيين، هي ما غنتش بالمستوى المطلوب لأغاني محمد الموجي. طب دلوقتي ممكن حد بيتفرج علينا يقول ان انت ممكن يكون عندك حاجة شخصية بينك وبين شيرين؟ خالص خالص. ليه؟ انا غنيت معاها في ستار اكاديمي على فكرة، وهي كانت عارفاني قبل البرنامج، جت في البرنامج قالت مين اللي امال ماهر، بعت لها الفوتو، ف
لا انا ما انا بحب الشخص الطبيعي اللي بيتعامل مع كل الناس طبيعي. ما بيتعامل مع عفويته، مش عايز طول الوقت يبقى هو انا الاسد. فاهم حاجه؟ طب دلوقتي ممكن استوريك، طب معي انغام صوت مصر الاول. انغام تاريخ كبير. احنا بصي انغام بتغني من قبل شيرين بكتير جدا جدا. فانغام حاجه وشيرين حاجه وامال ماهر حاجه. لو بتتكلمي عن صوت فاقوى صوت بلا تفكير هو مين؟ امال ماهر. تتكلمي عن تاريخ، اقوى تاريخ انغام، لان احنا كبرنا بنسمع انغام. ما ينفعش تقولي ان الشمس ما بتطلعش، احنا كبرنا واحنا عارفين اغاني انغام القديمه. شيرين برضو عمرها الفني مش قد عمر انغام. مفيش حاجه اسمها صوت انت عمرك سمعتي حاجه اسمها صوت الخليج، صوت المغرب؟ احنا قطعنا اللقب ده، يتحسي بتزايا وكل واحد عايز ياخد اكبر حته. ما في الخليج في نجوم كتير، منوال ما شاء الله الكويتيه مع حفظ الالقاب، احلام ما شاء الله. ما هي احلام واخده لقب الملكه، نوال الكويتيه واخده لقب نوال الكويتيه. احلام مدينها لقب الملكه من عفويتها وكلام عن المجوهرات عارفه اللي هو لقب شرفي. بس ما فيش حاجه اسمها صوت الخليج. ممكن تلاقي مثلا كثار الخليج. ما في نجم العرب استاذ محمد عبده. انت بتتكلمي بقى لا انا يعني احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنفتكر مع بعض الالقاب. احنا بنتكلم عن جيل وفي جيل تاني مش مسموح اصلا ان احنا نقرب له، لان ده جيل مش هيجي زيه تاني. استاذ محمد عبده يعني الاستاذ طبعا، يعني في جيل كده انا ما اقدرش اتكلم عنه. بصي انا خريجه معهد موسيقى عربيه، فانا عندي مثلا دكاتره واساتذه بحس ان هم نجوم كبار جدا. طب ولو شفتهم يعني فاهمه احترمهم اكتر من نجوم كتار جدا. ففي جيل وفي ناس خارج نطاق ان احنا ما ينفعش نجدجهم او نتكلم اصلا نقيمهم او نحكم عليهم.